الحقوق المادية، هناك طبعا حقوق برضو مهمة جدا احنا ناخدها معانا، اللي هي مسألة الحقوق المعنوية، العدل مثلا، ايوه ويعني الكلام باللين وكده، دي اي حاجات طبعا مهمة جدا. اي طبعا ايوه وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف. ايوه الرسول عليه الصلاه والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا، وفي حديث ثاني قال خياركم خياركم لنسائه، وفي حديث ثاني قال رفقا بالقوارير، القارورة اللي جاك بتاع المويه الجزاز، شبه المرأة بحساسيتها وكذا تتأثر بالكلام الطيب والكعب، بالجاك بتاع المويه ده فكيت وقع في البلاط كش انكسر. لا حول ولا قوة. اي توصي بالنساء خير، تبغى الزول يتوصي بالزوجة بخير ويحتني بها ويتوصى بها. طبعا في ناس مزوجين اكثر من زوجة، ايوه ومسألة العدل دي الناس برضو ما احيانا يعني ما بكونوا فيها 100%، الى اي درجة المسألة دي هي يعني الناس ياخذوها معاهم باعتبار انه ايضا لها اثر معنوي طبعا سيء جدا أي على أي المرأة. أي أي طبعا مطلوب من الزوج عنده زوجات واحدة او اثنين او ثلاثة او اربعة يعدل بيناتهم في الونس في المبيت في الصرف في كل المعاملات في الاخلاق في المعاملات في كله يكون عادل بيناتهم، هذا المطلوب. واحكم ورد في الحديث من كانت له امرأتان فمال لأحدهما جاء يوم القيامة يجر شقه مائل. يوم القيامة في مائل كذا، ده ماله كان عند زوجتين مائل الأخرى وأعرض عن الثاني. والعدل مطلوب بين الزوجتين.